رحبوا معي بالسيد غفران إحدى الكفاءات الموجودة داخل دولة الإمارات. في البداية أسعد الله أوقاتك، كيف حالك أستاذ غفران؟ والله زين، كل شيء تمام الحمد لله. الحمد لله. من هو غفران؟ السلام عليكم. أيوه أنا غفران بيت الإمارات مال ستاير، أنا مال أبو ظبي، موجود 15 سنة. أنت من وين ومتى يجي على دولة الإمارات و how did you start business؟ أنا أول إيجي دخل أبو ظبي قبل 15 سنة، بعدين جي أنا سوي شغل هذا مكان تاني، بعدين شوي حصل فلوس سوي كل شيء، بعد أنا سوي مال واحد افتح واحد محل افتح، بعد سوي تاني محل. ما شاء الله. الحين هذا موجود أنا 2 محل، إن شاء الله أنا أشوف سوي بيزنس زين كل شيء زين، أنا سوي واحد محل مال دبي، بعد سوي برانس واحد محل. Tell me about your service. Service والله service مال محل مال أنا موجود مال ستاير، ورق زدران، فاركة، بنشينج بلاند، كناب، بعد شويس ما دوشاك، كل شيء إن شاء الله موجود. Tell me about plan of future. Plan future إن شاء الله أنا أشوف واحد هذا داخل علينا هذا موجود مشان أنا 2 محل، future أنا أريد ثاني محل زيد بانس ريد دبي واحد محل افتح. الهين والله هذا دولة الإمارات ما شاء الله كل شيء زين، ما سيبتي ما أول أنا إيزي ما شغل علينا أنا سوي بيزنس ما شاء الله كله إن شاء الله زين، كل شيء مزبوط مال دولة الإمارات، مال الشيخ بابا زايد، الشيخ خليفة، الشيخ محمد، مال كل شيء إن شاء الله ما شاء الله، هذا مال الشغل وهذا دولة الإمارات كله هذا زين الحمد لله. هذا سبورت مشان أنا زيادة سي سبورت مشان فاميلي، مشان أنا مال بابا ماما في أكو مالنا في هذا فاميلي كل شيء سبورت مشان أنا
الحمد لله علينا هذا كل السفور علينا، الحمد لله علينا أنا زين، كل شيء ترتيب، كل شيء مية مية، الحمد لله.